بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، أعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وردنا بما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. اللهم ما يسرته لنا مما تحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويته عنا مما تحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم وفقنا يا رب لأن نكون عبادا صالحين، مخبتين، طائعين، ذاكرين، مخلصين، متوكلين في جميع أحوالنا يا رب العالمين. وما توفيقنا إلا بالله، عليك توكلنا وإليك ننيب. اللهم ارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وذريتنا ومرضانا وموتانا ومكروبنا والمسلمين أجمعين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نعاود كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري في فقه السادة الشافعية على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. واليوم أول المجلد أو الجزء الثاني من الكتاب، والكتاب جزئان، انتهينا من الجزء الأول والحمد لله، واليوم نتكلم على فصل في أحكام الإقرار. الإقرار وهو حكم يستفيد به القاضي، يعني الإقرار دي لما تيجي تدرس القضاء في الإسلام لابد تتعلم الإقرار والبينة، لأن القاضي بيحكم بالإقرار والبينة، مش كده برضو؟ والبينة هي إما شهود أو يمين، كويس؟ يبقى احنا القاضي كل شغله عبارة عن انه يثبت التهمة او يثبت القضية، اما باقرار يعني باعتراف، او ببينة يعني شهادة شهود، او يمين، يمين المدعي مثلا. وينظر في القضية برفع دعوة، يسموها الدعوة، والدعوة هو ادعاء حق على الغير عكس الاقرار. يبقى الاقرار اعتراف بحق للغير، يعني انا بعترف بحق للغير عليا، اسمه اقرار. طيب انا بطالب بحقي من فلان، اسمها دعوة، ارفع دعوة، كويس؟ يبقى الدعوة عكس الاقرار. لو عايز تعرف الفرق، الاقرار اعتراف بالحق على الغير، كويس؟ طيب والدعوة مطالبة الغير بحق ينكره او يماطل فيه، اسمها الدعوة. طب والشهادة؟ الشهادة دي اعتراف بحق للغير على الغير، كويس؟ الشهادة الشاهد يجي يشهد، مش هيدفع حاجة من جيبه، مش هيقر في حاجة متعلقة بنفسه، لا يشهد ان فلان ليه فلوس على فلان، يعني كأن الشهادة عبارة عن اعتراف بحق الغير على الغير، انما الاقرار بحق الانسان المقر على غيره. يبقى عندي شهادة وعندي ايه؟ اقرار. طيب اذا كان الامر متعلق، هذا اذا كان متعلق بالمعاملات. طب لو كان متعلق بالاخبار العادية، يعني انا بقول لك ان فلان قال كذا، يسموها رواية، يبقى يسموها بقى رواية، كويس؟ زي رواية الحديث، قال الصحابي رضي الله عنه سمعت النبي يقول كذا كذا، هل ده نسميه اقرار؟ هسميه بيشهد عن النبي، نسميه رواية، لأنه ده متعلق بأمر للعامة. إنما تملي الإقرار والدعوة والشهادة متعلق بأمر خاص،
يبقى الفرق بين الرواية والإقرار والشهادة والدعوة إيه؟ إن دي متعلقة بأمور خاصة وغالبا متعلقة بالمعاملات، لكن لو أمر متعلق بالأمور العامة نسميه رواية، وإن كان فيه نوع إلزام نسميه حكم، وإن كان بغير إلزام نسميه فتوى. شفت بقى الفروقات؟ وكلها يبقى أنا عندي 6 حاجات لازم أعرفهم علشان كلها بيان لحقوق أو بيان لمعلومات. في الإقرار، في الشهادة، في الدعوة، في الرواية، في الحكم، في الفتوى. كويس؟ لازم تبقى عارف الفرق بين الحاجات دي كلها. هنيجي نشوف هنا بقى إيه في أحكام الإقرار. فصل في أحكام الإقرار: من كون حق الله يصح الرجوع عنه، وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه. هو عايز يقول لك إن لما بنتكلم على الإقرار بنتكلم على الإقرار عند القاضي متعلق بالحقوق المتعلقة بحقوق الآدميين، إنما لو حق متعلق بالله إقرار برضه بس يصح الرجوع عنه عند القاضي. واحد زنى واعترف أمام القاضي إنه زنى، الزنا ده حق لله صافي، السرقة حق لله صافي، كويس، القذف حق للشخص اللي أنا قذفته لازم ياخد حقه مني لأن أنا شتمته أو اتهمته في عرضه، يبقى حقه متعلق بالآدمي. لكن شرب الخمرة، واحد شرب الخمرة وقبضوا عليه سكران واعترف، لما وصل للقاضي ما كانش سكران مش متلبس، لكن اعترف اقر، وبعد ما اقر قال لا ما حصلش ما كنتش، يقوم القاضي يقبل رجوعه في الاعتراف ويحكم ببراءته او تعزيره بناء على ان ده حق متعلق لله فيجوز الرجوع فيه. واضح؟ انما لو الحق متعلق بالادمي وانا اقريت ما ينفعش ارجع فيه، القاضي هيحكم يحكم بالإقرار الأول لأن حق الآدمي مبنى المشاحة والمماطلة والمجادلة، إنما حق الله مبنى المسامحة، ربنا غفور رحيم. فهمت بقى الفرق؟ يبقى الإقرار قد يكون متعلق بحق لله وقد يكون متعلق بحق الآدمي. إن كان متعلق بحق الله فيصح الرجوع فيه، وإن كان متعلق بحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه. واضح؟ وعلشان كده بيقول فصل قوله في أحكام الإقرار: من كون حق الله يصح الرجوع عنه وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه. وبعدين قال لك الآدمي هنا ليه؟ عشان مسلم أو غير مسلم، مش علشان إحنا في بلاد مسلمين والقاضي مسلم وأنا مسلم أقوم أما أقر بحق غير مسلم يقوم إيه القاضي حبيني، لا، لأن ربنا لا يقبل الظلم. مسلم غير مسلم ملوش دعوة القاضي، القاضي ليه يحق الحق مع المظلوم حيثما كان ولو كان، والرسول يقول اتق دعوة المظلوم ولو كان ايه كافرا. ادي ايه طريقة المسلمين، لهمش تمايز ولا عنصرية ولا الحاجات دي، بيتعلموها من صغرهم وهم لسه طلبة بيطلبوا العلم، فلما يجي يواجهوا الحياة يواجهوها بلا تعصب. كويس؟ عشان كده يقول ايه وحق الآدمي، كلام الفقهاء دقيق، ما يقولكش حق المسلم، حق الآدم. إذا كان حق الآدمي كده مطلقا يبقى حق المسلم أشد، لأن المسلم ليه حقين، حق الآدمية الإنسانية وحق الأخوة والدين. طب افرض قريب يبقى حقه أشد وأشد عشان القرابة كمان، افرض جار حقه أشد عشان الجوار، وهكذا يبقى تزداد الحقوق. لكن أدنى حق إن ده إنسان وأنا إنسان، ما خدش حقه ولا ظلمه. كويس؟ راجع انت المنظر ده بقى بالاستعمار اللي حصل لبلاد المسلمين وقتل الابرياء على مدى مثلا 200 سنة فاتوا، لما ابتدوا يستعمروا بلاد المسلمين البرتغال والانجليز والفرنسوية ويخشوا يقتلوا الناس وياخدوا اموالهم وياخدوا حاجتهم ويحكموهم ويظلموهم. شوف ازاي نظرة الانسان غير المسلم لما يتمكن، ونظرة المسلمين لما تمكنوا قرون عديدة، كيف أنهم حافظوا على خيرات البلاد لأهل البلاد ولم ينقلوها إلى بلادهم، بل تركوا خيرات كل بلد في نفس بلده.
فرق كبير بين حضارة المسلمين ونظرة المسلم للمجتمع وللناس ونظرة غير المسلم. عشان كده بيقول حق الأدم لا يصح الرجوع عنه، وصحة الاستثناء في الإقرار إلى غير ذلك. يعني ممكن أقر واستثني. استثني يعني إيه؟ يعني أقر مثلا أقول له يعني لفلان علي 1000 جنيه إلا 50، أو استثناء. أو فما يقوليش لا أنت قلت 1000، طب ما أنا استثنيت، يصح الاستثناء، يبقى يخصم 50. خدت بالك إزاي؟ يبقى يصح كمان الاستثناء، وهو اللي هو الإقرار. لفظ كلمة الإقرار هو يعني يعود على اللفظ، مصدر أقر، يقال أقر يقر إقرارا. فقولهم مأخوذ من قر بمعنى ثبت. أقر ده فعل رباعي مش كده برضو، وقر فعل ثلاثي. الإقرار جاي من أقر الرباعي، لكن هما هنا بيقول لك ايه، معظم الفقهاء يقول لك ده مأخوذ من قر وده ثلاثي، وقر بمعنى ثبت، يقول لك قر في المكان يعني ثبت في المكان، ومنها القرار اللي هو المستقر. كويس، مأخوذ من قر بمعنى ثبت، فيه تجوز، في نوع من التجوز. يعني ايه؟ يعني ما فيهوش دقة شوية، يعني بنعديها، لان الاستعمال احيانا يكون اوسع من الاشتقاق اللغوي. الاستعمال ساعات يوسع المسألة شوية، كما قاله المحشي. المحشي اللي هو مين؟ البرماوي، لان البرماوي كان ليه حشي على البيجوري. كان الشيخ البيجوري لما شرح دي كان يقرأ البرماوي ويعلق عليه، واضح؟ فتملي ايه؟ يقول لك كما قال المحشي اللي هو البرماوي اللي هو قبل الشيخ البيجوري. واجيب، طب جاوبوا على الايه، على الاعتراض ده، ان هي من اقر الرباعي، في حين انه بيقول لك ان هي اصلها قرة. واجيب على الاعتراض ده بايه؟ بان دائرة الاخذ اللي هي الاستعمال يعني اوسع من دائرة الاشتقاق، لان الاخذ يكفي فيه اشتماله على اكثر الحروف، انما الاشتقاق لازم يشمل كل الحروف. واضح؟ والغرض، الغرض في الاخذ اللي هو الاستعمال بيان اصل المادة، بيان اصل المادة بس، بغض النظر ان انا حطيت كل الحروف ولا خدت بعض الحروف. فلا ينافي ان فعله اقر. يبقى حللك الاشكال، قال لك هو برضو اقر ومأخوذة من قر اللي هو الثلاثي، بالرغم ان اقر رباعي، قال لك لان دائرة الاستعمال والاخذ اوسع من دائرة الاشتقاق. حلها لك بالطريقة دي عشان لو اتسألت ازاي تقول كده تقوم تجاوب بكلام الشيخ. والاصل فيه اللي هو الدليل، يبقى ما يقول لك الاصل في كتب فقه الفقه يقصد بيه الدليل، والاصل في كتب اصول الفقه يقصد بيه المقيس عليه، مش كده برضو؟ المقيس عليه في باب العلة وباب القياس. يبقى احنا بنقرأ في كتاب فقه، اما يقول لك الاصل يبقى ايه؟ الدليل. طب في كتاب هندسة، هندسة معمارية، نقول أصل البناء كذا، يقصد به الايه؟ الأساس، مش كده برضو؟ أما نقول في كتب النباتات أصل هذا النبات كذا، يقصد به البذرة، طالع من أي بذرة. فهمت؟ يبقى كلمة الأصل دي كلمة تتعدد، أما أقراها في كتب الفقه الأصل فيه كذا، يعني الدليل فيه كذا، الدليل على أن الإقرار ده أمر مشروع ويقره الشارع جاي منين. فبيقول لك والاصل فيه قبل الاجماع، كأن في دليل وهو الاجماع الاول، ان اجمعت الامة، بل اجمع كل عقلاء العالم بغض النظر عن الدين، ان الاقرار سيد الادلة. ده جميع عقلاء العالم مسلمين وغير مسلمين. اما واحد يقول فلان ليه في ذمتي كذا، خلاص ده في حد ذاته معمول به وهو سيد الأدلة، ما طلبش شهود لأنه خلاص ده اعترف، ما هو الإقرار اللي هو الاعتراف. كويس، علشان كده في إجماع، والإجماع ده في حد ذاته دليل، لكن هو عايز يجيب لك دليل تاني من الكتاب والسنة، دليل نقلي بقى، إنما الإجماع ده دليل عملي. يبقى الإجماع دليل عملي واستقر في الأمة وأصبح في وعي الأمة، بحيث ما تقدرش تنسبه لشخص معين،
يبقى الاجماع ده معناه ثقافة عامة مستقرة في وعي الأمة، بحيث أصبحت بداهية ضرورية للاجتماع البشري، يسموها الإجماع. خرق الإجماع ده عند المسلمين بالذات، خرق إجماع المسلمين بالذات عند المسلمين علامة البدعة، علامة إنه ده مبتدع احذره. فكأن الإجماع ده أمر يعني ميزان مهم عند المسلمين يزن به علم العالم. طول ما العالم كلامه في حدود إجماع المسلمين ولا يشذ، يبقى هذا العالم يؤخذ منه، وهذا العالم كلامه محترم. أول ما العالم يشذ ويخرج عن الإجماع ويسموه مفكر إسلامي، في المجتمع بتاعنا بنسميه احنا إيه؟ مفكر إسلامي، يعني معناه هيقولك حاجة جديدة المسلمين ما يعرفوهاش قبل كده بناء عن تفكيره الخاص. ده بداية للبدعة. فأول ما يقول أنا فكرت وقلت كذا ويقول لك كلام غريب أول مرة تسمعه، مش مستقر كده في إيه؟ في ثقافة المسلمين، دي علامة على طول إنك تطفي البرنامج ده، بغض النظر عن هو بيقول إيه ولا مش. طول لما أسمع منك كلام معقول، لا ما هو ده مخالف للإجماع يا سيدي، مفيش حاجة معقولة مخالفة للإجماع. خلاص، ده الإجماع ربنا عمله في وسط أمة النبي علشان نميز بين زلة العالم من ايه؟ من صواب العالم. والرسول يقول اتقي زلة العالم. طب انا اعرف ازاي اتقي زلة العالم؟ ايه العلامة؟ ايه الترمومتر اللي اعرف بيه زلة العالم؟ امشي مع العالم طول ما هو ما بيخرقش الاجماع، ده عالم يؤخذ من علم. خرق الاجماع، يبقى النبي بيقول لي اتقي زلة العالم، اتقيه على طول بغض النظر عن عمته، حجمها ايه، منصبه حجمه ايه، شكله وجيه ولا لا، لبق في الكلام ولا لا، دي مسائل تانية، شهاداته ايه ما تفرقش معانا، خدت بالك؟ يبقى دي علامة مهمة. فالاجماع مقياس هام. لماذا؟ لان الامة معصومة في اجماعها، لكنها مش معصومة في افرادها. الافراد يغلطوا ممكن، ما جراش حاجة على مستوى الافراد، لكن غلط الافراد ده لا يمكن الامة تجمع عليه، تملي الامة تقول لا ده غلط، ده تقصير، ده احنا مش موافقين عليه. لكن الأمة كلها تجمع على حاجة معينة، إذا أجمعت على حاجة معينة بل الإجماع ده معصوم. معصوم يعني إيه؟ يعني معصوم من الخطأ، واضح؟ فطالما معصوم من الخطأ يبقى ده مقياس أعرف بيه مين العالم من المفكر الإسلامي. طب ليه ده ما سماش نفسه عالم، سمى نفسه مفكر إسلامي؟ لأنه هو حاسس إن على رأسه بقحة، لأنه هو ما بينتسبش لطائفة العلماء، لأنه خرج عن إجماع العلماء. لما خرج عن إجماع العلماء سمى نفسه اسم جديد يغر بيه العوام لكن ما يغرش بيه العلماء. فهمت بقى الفرق؟ يبقى دي نقطة مهمة. يبقى بيقول لك الأصل فيه قبل الإيه أو قبل الإجماع، لأن الإجماع ده مفرغ منه خلاص. الأصل فيه بقى غير الإجماع، يبقى كتاب وسنة. يبقى عندنا الأدلة، أدلة الفقه إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل اللي هو المعقول والعرف والمصلحة، مش كده برضو؟ المصالح المرسلة، يبقى دي أدلة الشرع، واخد بالك؟ نقدم الأول الكتاب والسنة، وغالبا تملي الإجماع مطابق للكتاب والسنة، مفيش إجماع شاذ عن الكتاب والسنة، واضح؟ قوله تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول منكم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم اعترفتم، قالوا أقررنا، يبقى ربنا أخذ الإقرار. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ألست بربكم، قالوا بلى، إقرار. هذه أدلة الإقرار، إن الإقرار معتبر عند الله، فالمعتبر عند الله لابد أن يكون معتبر عند الخلق، واضح؟ يبقى دي أول حاجة. وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا. وخبر الصحيحين، الخبر اللي هو السنة بقى، يبقى إيه جاب لك الدليل من الكتاب وأنا زودت لك عليه آية هو مش قايل، اللي هي آية الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، كويس؟
والدليل تاني من السنة بقى اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خبر الصحيحين: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، لما كان في واد عسيف عند أحد العرب، عسيف يعني أجير، فتهموا الراجل إن الواد العسيف ده زنى بامرأته وراح يشتكي للنبي. كويس؟ فالواد العسيف اعترف اللي هو الأجير، وكان ايه غير سيد، يعني كان بكر، بكر يعني لم يسبق له الدخول بعقد صحيح. واضح؟ ده اسمه بكر في الشرع. البكر هو الذي لم يسبق له الدخول بامرأة بعقد صحيح، ده اسمه بكر. البكر ده حكمه ايه؟ يتجلد 100 وينفع عام. كويس؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اما هذا فيجلد 100 وينفع عام. واغدوا يا أنيس، اختار أنيس الصحابي عشان من قبيلة الرجل ده، اذهب الى امرأة هذا الرجل، ان اعترفت فارجمها. يبقى اعترفت، اقرت، يبقى دي فعل النبي، هو بياخد بالاقرار. فهمت بقى القصة بتاعت ايه؟ العسيف قال له كده. وخبر الصحيحين: اغدوا يا أنيس، اغدوا يا أنيس يعني ايه؟ يعني صباحا، روح لهم الصبح، الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. فذهب اليها فاعترفت فرجمها. كويس؟ واجمعت الامة على المؤاخذة به، يعني على العمل به. المؤاخذة به يعني ايه؟ على العمل به. واركانه، اركان الاقرار ايه؟ لان الاقرار ده عقد. أركانه 4: مقر ومقر له ومقر عليه وصيغة. يعني أنت سهلة مش عايزة حفظ دي. مقر يعني معترف، ومقر له يعني معترف له، ومقر به اللي هو الحق اللي أنا أعترف، والصيغة اللي أنا قلتها. يبقى 4 حاجات سهلة خالص، مش محتاجة بقى حفظ، تعرفها على طول. وأركانه 4: مقر ومقر له ومقر به وصيغة. وسيذكر المصنف شروط المقر، هيجيب لك بعد شوية شروط المقر ايه. طبعا المقر لازم يبقى بالغ، ولازم يبقى عاقل، ولا حاجات كتيرة بقى هيقولها لك بعدين. يعني مش اقرار طفل صغير يقول لك انا اليوم القاضي ياخد اقرار طفل، ينفع؟ يبقى لازم يكون ايه؟ يعني رشيد. واما شروط المقر له، المقر له بقى الظاهر ما قالهاش شروط، فقام قالها الشيخ البيجوري في الحاشيه، زودها بقى، لان هو ايه؟ المصنف اللي هو القاضي ابي شجاع كان هدفه الاختصار، مش جايب كل حاجه، لكن الحاشيه هدفها ايه؟ البيان بقى وايه؟ والتفصيل. يبقى في واحد هدفه الايجاز، والتاني هدفه الاطناب. الحاشيه اطناب، ما هو لغة العرب ايه؟ لغة العرب من حيث علم البيان 3 اقسام: اختصار، يبقى الكلام اقل من المعنى، ده اسمه الاختصار، يقول ده مختصر. مختصر يعني ايه؟ يعني الكلام اقل من المعنى، يعني كلام كتير قليل لكن معاني كتيرة، واسع المعنى، اوسع. كويس؟ ده اسمه مختصر. طيب، وإطناب عكس الاختصار، يبقى الكلام أوسع من المعنى، يقعد بقى يشرح لك كتير، يشرح لك كتير، والمعنى قد كده، يقعد يشرح لك في نص يوم، ده إطناب. والإيجاز الكلام قد المعنى، الاتنين قد بعض، يبقى اسمه إيجاز. واضح؟ يبقى لغة العرب أو أي لغة في الدنيا إذا وافق الكلام المعنى يسمى إيجاز، وده من بديع كلام العرب الإيجاز. وعشان كده قالوا إيه؟ قالوا من علامات إعجاز القرآن إيجازه، الإيجاز علامة الإعجاز وعلامة البلاغة كمان. لكن أحيانا من البلاغة مراعاة المخاطب، فإن كان الإيجاز لا يفهمه المخاطب يبقى من البلاغة أن تطمن، يعني توسع. يبقى أحيانا على حسب حال المخاطب تشوف البلاغة ايه. بكلم علماء، الاختصار حلو، علماء يفهموه يا طير، اما اقعد مع علماء اقرا ايه؟ اقرا مختصر، لان هم فاهمين.
طب هقعد مع طلاب علم، يبقى الايجاز كويس، طالب العلم متعود على المصطلحات، فلما اقول له الكلام قد المعنى يلقط ويمشي. طب بقعد مع عوام، يبقى الاطناب احسن، فلو قعدت مع العوام اختصرت يبقى ده مش بليغ، ولو قعد مع العلماء واطنب يبقى ده مش بليغ. واضح؟ يبقى خطبة الجمعة محلها الاطناب بغير اطالة، لانها للعوام. فاللي يجي يوجز في عبارة خطبة الجمعة عبارة دقيقة معانيها واسعة صحيحة الا انه لا يبيزها، يبقى هذا ليس خطيب بليغ، وان كان بيقول كلام صح، لانه لا يخطب في علماء، ده يخطب في عوام. واضح؟ وعشان كده نضيق الفكرة في خطبة الجمعة ونطلب في العبارة دون الاطالة في الوقت عشان نوضح الامر للمسلم فلا يلتبس عليه. يعني ما اختارش موضوع واسع قوي واخليه في تلت ساعة واقوله للعوام كده كأنه ما قالش حاجة، تيجي يروح العم ده تقول له الخطيب قال لك ايه النهاردة في خطبة الجمعة، يقول لك والله ما اعرفش، قال كلام حلو بس انا مش فاكر، هو قال كلام حلو وخلاص. ليه؟ لانه من كتر ما المعاني كبيرة والزمن بسيط ما قدرش يلقط، لانه عمي. فهمت بقى؟ يبقى هنا بيقول ايه؟ واما شروط المقر له فمنها كونه معينا، نوع تعيين. لما قر انا لغيري على حق في ذمتي لازم الغير ده يبقى معين. ينفع اروح للقاضي اقول يا فضيلة القاضي انا اقر ان انسان له علي 1000 جنيه، ايه انسان دي؟ ولا كأني قلت حاجة، ولا القاضي يسمع حاجة، يسمع يعمل ايه؟ لانه غير معين. او واحد من اهل البلد دي يا فضيلة القاضي ليه عندي 10,000 جنيه، ايه واحد من اهل البلد؟ وما عندوش دعوة بيشتكي، يبقى القاضي بيعتبر الكلام ده هلضمة ملوش معنى، يقول له اخرج اخرج ما ضيعش وقتنا. واضح؟ يبقى لازم يكون المقر له معين نوع تعيين. يعني ايه نوع تعيين؟ يعني ممكن اقول واحد من الثلاثة دول يا قاضي ليه عليا كذا، واحد من الثلاثة، يقوم القاضي يسأل الثلاثة اني واحد فيكم المقصود؟ طب تنازعوا، كل واحد يقول انا، يقوم يبتدي يحلفهم او يطلب الشهود. واضح؟ يبقى دي طريقة القضاء عند المسلمين بالطريقة دي عشان يحق الحقوق. واضح؟ لكن لازم تبقى معين نوع تعيين. واضح؟ فهنا بيقول لك ايه؟ واما شروط المقر له فمنها كونه معينا نوع تعيين، بحيث يتوقع منه الدعوة، بحيث اتوقع ان يرفع دعوة بمطالبة بحقه. الدعوة عكس الاقرار زي ما قلت لك، الاقرار اعتراف بالحق، والدعوة مطالبة الحصول على الحق. واضح؟ حتى لو قال لأحد هؤلاء الثلاثة علي كذا صح إقراره، ده المثال اللي هو بيقوله لك، بخلاف ما لو قال لواحد من أهل البلد علي كذا إلا إن كانوا محصورين. افرض أهل البلد دول عدد بسيط، يعني بلد كده صغيرة وعدد الناس اللي فيها 50-60 وهم كلهم عارفين بعض، يقوم يجي لشيخ البلد يقول له ايه فلان اقر ان في واحد من الجماعة اللي هم انت شيخ عليهم الخمسين دول اللي انت الرئيس بتاعهم ليه كذا، دور لي كده مين هو. كويس؟ لانهم محصورين، سهل ان هو ايه يحصرهم. لكن بلد زي القاهرة فيها 12 مليون دي مش محصورة، ما ينفعش الاقرار لواحد من اهل القاهرة. واضح؟ ومنها كونه أهلا لاستحقاق المقر به، لازم كمان إن يبقى معين. والحاجة التانية الشرط التاني إنه يكون أهلا لاستحقاق المقر به ولصحة إسناده إليه. يجي الطفل مثلا يقول يقر عليه إن هو متجوز فلانة، طفل متجوز، وإن المهر بتاعهم كان في ذمته هو كان لازم يدفعه لهم، كلام مش ماشي كده، ما يريحش القاضي لانه ملوش ذمه ماليه،
الطفل ده ملوش ذمه ماليه، واضح؟ كذلك الدابه، يتكلم على دابه يقول الدابه دي ليها بذمتي 20 جنيه علف، هي الدابه دي تملك؟ يبقى لازم كمان يبقى ايه، لي نوع اهليه، المقرر او يبقى لي نوع اهليه بحيث ان الاستحقاق ده ينفع في حقه، مش اقرار لاي حد وخلاص. ومنها كون اهلا لاستحقاق المقر به ولصحة اسنادي اليه، فلو قال لهذه الدابة علي كذا لم يصح لانها ليست اهلا لذلك. لا لا، انما امتى بقى تبقى ايه للدابة تنفع؟ لكن لا ان قال، لا ان قال يعني عايز ايه، يضرب الى مثال اخر، لا ان قال علي بسببها لفلان حمل على انه جنى عليه. لو قال علي بسبب الدابة دي لفلان اصلاح سيارته يبقى كلام صح، كأن الدابة دي خبطت في سيارة الراجل ده وهو راكنها كسرت له فيها حاجة. او ما انا اقول لله علي بسبب الدابة اللي يتم املكها إيه لهذا الرجل اصلاح ما اتلفته، واضح؟ دي ينفع، الصورة دي تنفع. او استعملها تعديا، او محتمل يكون بسبب انه استعملها، افرض ان انا اجرتها، افرض ان انا في محل ايجار سيارات، فاقوم السياره دي اللي هي ليها في ذمتي ايجار يومين، يعني اجرتها يومين، يبقى صاحبها اديله ايجار يومين مش هديها للسياره، لان ينفع ان انا اكريها يعني اجرها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى مش مطلقا، يعني لازم الحكايه الصيغه نفسها القاضي يقعد يفكر فيها تصح بصورة ولا لا تصح بصورة، واضح؟ وعشان كده بيقول ايه، او استعملها تعديا او اكتراها من مالكها. تعديا يعني ايه؟ يعني رحت لقيت عربية مركونة قدام محل ايجار سيارات، سألت الراجل مش موجود صاحب المحل وانا مستعجل، رحت راكبها وسايقها وطلعت اقضي مشاويري بيه وجيت له اخر اليوم، يبقى انا تعديت، خدتها متعدي، واخد بالك؟ من حق الراجل ده ان انا اديله ايجار اليوم. فهمت ازاي؟ وان انا اقر ان انا استعملتها تعديا لان ما استاذنتوش، واضح؟ او ان انا اكتريتها منه، يعني كلمته وخدت البتاع وجيت له بعد يومين عايز اسدد له حسابه. او اكتراها من مالكها. ومحل البطلان في الدابه المملوكه يبطل. خد بالك ان القراءة في الكتب الحواشي دي بتوسع المدارك، بتعيشك الحياة بقى، دي ميزة القراءة في الحواشي. والقراءة في المختصرات ميزتها انها تدي لك فكرة سريعة لموضوع كبير، فتدي لك الهيكل على بعض. والقراءة في الايجاز ميزتها انها ما تضيعش المعنى من ذهنك عند مراجعتك وما تطولش عليك المراجعة. لكن الاطناب مهم ان يحول لك المعاني دي كلها الى حياه بقى، الحياه مليانه حوارات كتيره بتتغير، يقوم يعلمك ازاي تبقى عندك ذكاء في الحياه مع تعدد المواقف، ازاي تحلها الى احكام محدوده في حين ان المواقف غير محدوده، واضح؟ فعلشان كده لازم الطالب، وطول عمر المسلمين كده على فكره، ربوا اولادهم الاول في الصغر على المختصرات، وفي الصبا على الشروح الموجزة، وفي الشباب على الحواشي، يطلع يبقى تمام شاب كده فهم كل حاجة بقى. يوم على سن 20 30 يتصدر للفتوى او يتعرض للقضاء يبقى فاهم كل حاجة لانه تربى صح، واضح؟ فطول عمر المسلمين تلاقي عندهم مختصرات، عندهم شروح صغيرة، عندهم حواشي، كل مرحلة سنية ليها حاجتها، واضح؟ وعشان كده لو بدأت مع الطفل بالحواشي، ما حواشي ينسى بقى، لأن لسه ما عندوش خبرة في الحياة، فلما تيجي تفرع له كتير ما يقدرش يقعد قاعدة زي دي معانا. ليه؟ لأنه ما عندوش خبرة في مواقف الحياة كتير، يسيبنا ويروح. ليه؟ لأنه فوق استيعابه. في حين ان احنا الوقت لو جبنا ناس بقى شافت الحياة كتير وجينا قلنا لهم الكلام المختصر بتاع الاطفال، يقول لك ده الشيخ ده بيقول لنا كلام وهو فاكر ان احنا لسه في كي جي 1 واحنا لسه في الحضانة. ليه؟ لان استيعابه بقى اوسع، وهكذا. فيبقى كل سن مرحلة سنية ليها درسها وليها اسلوب عرضها.
عشان كده احنا اللي نعلم الناس ازاي احنا يعني كمسلمين وكميراث ثقافي اسلامي كبير نعلم الناس ازاي تتعلم، مش نستورد اساليب تعليم، بل بالعكس ده احنا اللي نعلمهم ازاي نتعلم، دي الحقيقة. لكن هو العجز بقى يقولك عايزين خبرة من بره عشان نصلح التعليم. ارجع للاصل، ارجع للاصل، المناهج والشيخ اللي هو المدرس، احدد المنهج المناسب للسن واجيب الشيخ المناسب للتلميذ، وحدد ويسر البيئة العلمية. البيئة العلمية اللي هو المكان اللي هيقعدوا بقى فيه، او ما اوفر ليه كهرباء، اوفر ليه مكان هادئ، او اللي هي المدرسة. ادي العملية العلمية. بقى العملية العلمية مش مدرسة بس ولا مدرس بس ولا طالب بس، لا، ده طالب ومدرس ومنهج وبيئة، واخد بالك؟ كل ده هو ده التعليم، هو ده المسلمين بيقولوه طول عمر، المسلمين بيقولوه كده. فليه نجيب خبرة اذا كان احنا عندنا كل حاجة؟ طيب احنا في الاطفال ايه المناهج بتاعتها؟ عندنا ومؤلفاتها موجودة جاهزة. طب وفين للصبيان اللي هم في اعدادي وابتدائي؟ مناهجها موجودة. طب وفين اللي في ثانوي؟ مناهجها موجودة اوريدي متألفة، بس عايز اللي يبحث. لكن للأسف القائمين على التعليم ما مروش بالتعليم ده، هو أصلا اتعلم على طريقة تعليم أوروبي غربي، فلما يبقى مسؤول بيفكر من خلال خبراته. لكن المسلمين الحمد لله عندهم ما يكفيهم والحمد لله. فعلشان هنا كده بيقول لك ايه، احنا قلنا ما ينفعش يقر لدابة لان الدابة ليست لها ذمة مالية، مش كده برضو؟ قال لك مش اي اقرار لدابة، خد بالك ده ممكن يقر لدابة وتصح اذا كانت الدابة دي ليها ملكية عامة، ليها ملكية عامة، فهمت؟ لكن دابة ليها ملكية خاصة ما تنفعش. فهيدي لك مثال ازاي، ومحل البطلان في الدابة المملوكة. المملوكة يعني اللي معروف مالكها، انما الملك العام ده مش معروف مالكه، دي مشاع كل المسلمين يملكوه، واضح؟ او اقول مثلا ان المكان ده وقف يستعمله طلاب العلم الشرعي، بقى كل طالب علم شرعي لو حط فيه بغض النظر عن اسمه ايه، لكن اما يجي طالب طب، الطب مش علم شرعي، علم دنيوي يقره الشرع وهو مطلوب لكن مش علم شرعي. العلم الشرعي معروف، قرآن، سنة، حديث، لغة، صرف، كده معروف، كويس؟ يبقى لما يجي طالب من غير العلم الشرعي للمكان ده يبقى ملوش حق فيه، واضح؟ لكن لو جاء طالب من العلم الشرعي يبقى ليه محط فيه، يبقى ملكية عامة لمخصوصة لناس مخصوصين. زي ما نقول مثلا ان المال ده وقف لمرضى الفشل الكلوي، ما يجيليش بقى واحد تاني رجله بتوجعه او مكسور يقول لك انا ليا حق فيه، نقول له لا، انت الكسر مش فشل كلوي، ده المرضى الفشل الكلوي، هات لي جواب كده وتحاليل تثبت انك عندك فشل كلوي وانا ادي لك منه. يقول بس انا مكسور، ده انا عاجز ما بشتغل. ايوه، في حاجات تانية ليك من جهة تانية مش من المال ده، لان المال ده في جهة معينة، واضح؟ فهنا عايز يقول لك كده، ومحل البطلان في الدابة المملوكة بخلاف غيرها كالخيل المسبلة. كانوا زمان بعض الناس الأغنياء يبقى عنده خيل كتير يسيبها سبيل تنقل الناس وتحمل الناس وتقضي مصالح الناس مطلقا بغض النظر عن بلا أجرة، كويس؟ ده اسمه خيل مسبلة، سبيل يعني سيبها سبيل بلا أجرة. زي ما تقول كده أنا عندي مثلا عربيات وعاملها تركب بالنفر من الخط الفلاني للخط الفلاني ببلاش في ساعة معينة من اليوم، محبة كده للمسلمين، تيسيرا لمصالح المسلمين. انا راجل ساكن في حلوان، اروح جايب لي مثلا 10 ميكروباصات واوظف عليهم ناس من مالي الخاص واجعلها سبيل، اقول الميكروباصات دي تشتغل من 9 الصبح للساعة 2 تنقل الناس من حلوان لرمسيس ببلاش رايح جاي، واضح؟ اسمها سبيل. كانوا زمان يعملوا الخيل كده، كانوا زمان يعملوا الخيل كده لان هي وسيله النقل. لكن شوف احنا بقى اهل زماننا الاغنياء ما فكروش يعملوا الحكايه دي ليه؟ عرفت ان اغنياء زمان كانوا اكثر برا ومصلحه، مع ان اغنياء اليومين دول ممكن يعملوا كده برضه، في ناس عندهم مليارات فممكن يروح عامل لك كده اتوبيسات تنقل الناس ببلاش.
وهو عليه صيانتها، وعنده مصنع يقول لك المصنع ده ينفق على صيانة الاوتوبيسات دي، يوقف على الخدمة دي، واضح؟ يبقى ساعتها لما اعترف واقر بان الخيل المسبلة دي ولا الاوتوبيس المسبل دي ليه في حقي كذا، لان انا لما ركبته مثلا قطعت الكرسي، كسرت المراية، عملت فيه خلل، ينفع الاقرار هنا بقى، فهمت؟ لان ده ملكية عامة، فهمت بقى القصة؟ فبيقول هنا بخلاف غيرها كالخيل المسبلة فالأشبه كما قالوا الأزرعي الصحة. يبقى الأزرعي عند الشافعية قال لك بيتهيأ لي كده لو كانت حاجة مسبلة يعني فيها خدمة عامة للناس مملوكة ملكية عامة ينفع الإقرار لها، وإن الإقرار لها يتخذ الحق ده يتحط للنفقة عليها، لأن هيبقى في ناظر وقف مسؤول عن النفقة على الحكاية دي، وهو ده ياخد المقر به ينفقه عليه، واضح؟ ده كلام الأزرعي. كأن في غير الأزرعي قال لك الدابة مطلقا وخلاص ما ينفعش. أما الأزرعي علشان هو الأزرعي ده ليه كتاب 40 مجلد في فقه الشافعي، كويس؟ شرح يعني من الشروح، وهو عالم مصري قديم من القرن التاسع الهجري. فيعني ليهم تفاصيل في النظرة. فقال لك الأزرعي أنا بيتهيأ لي كده لو الدابة دي مسبلة ينفع الإقرار لها، وده برضو بيبين لك إن إزاي إن المسلمين ممكن الأواخر يعني إيه يعني يكتشفوا فروع ما اكتشفهاش الأوائل، وده الرسول قايلها الرب مبلغ أوعى من سامع، مش كده برضو؟ نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. السامع الصحابة، والمبلغ التابعين وتابع التابعين والأمة كلها. يمكن احنا نكون أوعى مش أصلح، فيش أصلح من الصحابة، في فرق بين أوعى وأصلح. فأنا بيقول أوعى، أوعى يعني إيه؟ يعني أكثر إدراكا للواقع، لأن لا شك إن اللي جاء متأخر شاف واقع كبير أوسع من اللي شافه الأجداد، لأن الأجداد شاف واقعه واقع ما سبقه، لكن أنت شفت الواقع اللي بعد الأجداد وواقع ما سبق الأجداد، فلا شك أنك أنت أوعى أوسع إدراكا، فهمت إزاي؟ أدي المعنى. وعشان كده ممكن تبقى العصور المتأخرة أكثر وعيا للفروع المتولدة من الأئمة الأقدمين. مش معنى كده أن احنا هنبقى أصلح منهم عند الله أتقى، في فرق بين التقوى والوعي، فرق كبير. فلا أتقى من الصحابة ولا السلف الصالح، فهمت بقى المسألة؟ لأن في ناس بتختلط يقولك يعني احنا هنبقى أحسن منهم، لا مش أحسن منهم عند الله، لكن أكثر وعيا بإدراك الواقع، واضح؟ عشان جبنا سيرة الإمام الأزرعي عايزين نقولك كده ملخص لكتب الشافعية الأصول، يعني إيه هي ابتدت إزاي وتطورتها في التأليف، كنت أنا مجمعها زمان كده في ورقة. فالإمام الشافعي له أربعة كتب، الإمام الشافعي نفسه صاحب المذهب ترك أربع كتب، الأم والإملاء والبويطي ومختصر المزني، وقيل إن مختصر المزني ده اختصار الأم، وما رواه وزود عليه ما رواه عن الإمام الشافعي. المزني ده تلميذ الإمام الشافعي وراوي المذهب الجديد، كويس؟ قال إمام الحرمين الجويني اللي هو شيخ الإمام الغزالي اختصر كل كتب مذهب الشافعي دي اللي هي الأربعة دول، اختصرها في كتاب سماه النهاية، النهاية نهاية المذهب، يعني نهاية المأرب في المذهب الشافعي. ده الإمام الحرمين اللي هو عبد الملك الجويني شيخ الإمام الغزالي صاحب الإحياء، اختصر النهاية الإمام الغزالي تلميذه بقى، اختصر النهاية في كتاب سماه البسيط، وده مطبوع دلوقتي، البسيط في المذهب للإمام الغزالي. الإمام الغزالي لما لقى البسيط ده كبير على الناس اختصر في كتاب سماه الوسيط، كويس؟ وبعدين لما لقى الوسيط لسه طويل على الناس اختصره تاني سماه الوجيز، كويس؟ قال الإمام الرافعي شرح الوجيز ده شرحين، شرح كبير وشرح صغير،
الشرح الكبير سماه العزيز، كويس؟ يبقى شرح الوجيز للإمام الرافعي الكبير اسمه ايه؟ العزيز. ده 14 مجلد للإمام الرافعي. جاء الإمام النووي لقى كلام الإمام الرافعي كتير قوي، 14 مجلد كده، راح ملخصه في كتاب سماه الروضة، روضة الطالبين، ومطبوع الروضة، كويس؟ الروضة 4 مجلدات. جاء الإمام السيوطي اختصر الروضة في كتاب سماه الغنية، وجاء أحمد بن عمر الزبيدي اختصر الروضة في كتاب سماه العباب، اللي شرحه ابن حجر اليتامي في كتاب سماه الإيعاب، كويس؟ أنا بصور لكم الورقة دي على أي حال. ابن المقري اختصر الروضة في كتاب سماه الروض، الروضة اختصارها يبقى الروض، شوف ما فيهاش ت، يعني حتى الاسم يدل عليه انه مختصر، كويس؟ فاختصر ابن حجر الهيتمي كتاب الروض في كتاب سماه النعيم، وشرحه زكريا الانصاري، الامام زكريا الانصاري شرح الروض في كتاب سماه اسماء المطالب، وده مطبوع، عشان لما تيجي بكتاب تبقى عارف اصله ايه، جاي منين، فهم؟ الامام الازروعي بقى اللي احنا بنتكلم علشانه ده، جاب لك الشرح الكبير للرافعي والروضة اللي هي مختصر الشرح الكبير للرافعي، عمل كتاب متوسط بينهم، وعمله في 30 مجلد. هو ده بقى دور الامام الازروعي، فهمت؟ عمله في 30 مجلد، واضح؟ جاء الامام الاسناوي وابن العماد والبلقيني عملوا حواشي على كلام الازروعي على 30 مجلد، وصلوهم 40 أو 50 حواشي، كويس؟ قد ايه خدم مذهب الشافعية، يعني بيبين لك قد ايه خدم هذا المذهب. الامام الزركشي تلمذهم راح عمل ايه؟ لخص كل الحواشي دي اللي مكتوبة على كلام الازروعي وعلى كلام المشايخ اللي من بعده، الاسناوي ابن العماد والبلقيني، وسماه خادم الروضة والرافعي، واضح؟ فابقى اصور لكم على اي حال الورقة دي، فيها كده ايه خريطة يعني المذهب الشافعي، عشان لما تجيب كتب الشافعي تبقى عارف اصل كل كتاب. ويحمل على انه من غلة وقف عليها او وصية لها، اما تبقى مسبلة يعني غلة وقفت عليها يعني بينفق عليها منها، او وصية موصى انها تتوجه في هذه الجهة. ولا يصح ايضا لحمل فلانة علي كذا، ما ينفعش برضو يبقى المقر له حمل في بطن امه، ما ينفعش، واضح؟ ولا يصح ان انا اقر لحامل يعني جنين في بطن امه، واضح؟ ولا يصح ايضا لحمل فلانة علي كذا، ما دي صيغة اقرار اهي، لحمل فلانة الحامل دي اللي في بطنها علي ليا بذمتي كذا، ما ينفعش الكلام ده. لحمل فلان علي كذا اقرضنيه او باعني به كذا، كما قاله العلامة الرملي تبعا للجلال المحلي وهو المعتمد. وقال شيخ الاسلام اللي هو زكريا الانصار، مش تقول لي ابن تيمية بقى، احنا في كتب الشافعية، لكن في ناس مش فاهمة شيخ الاسلام اللي ابن تيمية في الزمن بتاعنا، لا، شيوخ الاسلام كتير، ابن تيمية واحد منهم. يبقى شيخ الاسلام في كتب الشافعية يقصد بمين؟ الشيخ زكريا الانصار. وقال شيخ الاسلام وتبعه العلامة الخطيب يصح الاقرار ويلغو الاسناد المذكور، لما يقول لحمل فلانة علي كذا باعني، في علماء كتير قال لك ما يصحش الاقرار ده. قام جاء الخطيب الشربيني قال لك لا، ده احنا نلغي الكلام للحمل ونرجع لفلانة البني آدمة دي، يبقى الإقرار ليها هي، يصح الإقرار بس يلغو للجنين، يبقى للحامل نفسها، واضح؟ يبقى وجهات نظر تختلف اختلاف الفقهاء، ما يجراش حاجة. ويلغو الإسناد المذكور يعني للجنين، ومنها عدم تكذيبه للمقر
عدم تكذيبه للمقر، فلو كذبه في إقراره للمقر، عدم تكذيبه للمقر. يعني أنا أقريت إن فلان لي علي كذا، التاني يقول لك لا أنا ماليش عندك حاجة، أنا مش عايز حاجة منك، كذبني، فيبقى ما ينفعش الإقرار ليه لأنه كذبني. واضح؟ يبقى المقر له يشترط فيه ألا يكذب المقر. واضح؟ فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يده لأنها تشعر بالملك، وسقط الإقرار بمعارضة الإنكار. فلو رجع عن التكذيب، طب افرض بعد ما كذب أنا أقريت، أقدم قدام القاضي قال لا ده ما قالوش حاجة عندي، بعد ما بروح بيته ولاده فكروه قالوا لي يا أبونا أنت غلطان، أنت فاكر من 10 سنين لما حصلت الصفقة بينك وبينه وكان باقي المبلغ ده وأنت نسيت؟ قال آه صحيح. فما ينفعش يروح للقاضي يقول لا أنا موافق على هذا الإقرار تاني، إلا إن يجيب المقر الأولاني يقر إقرار جديد. واضح؟ يبقى لازم يقر إقرار جديد. واضح؟ فلو رجع عن التكذيب لم يعد له إلا بإقران الجديد ما لم يكن في ضمن معاوضة، ضمن معاوضة يعني ضمن عقد بيع، كما لو قالت له خالعتني ولك علي هذا الثوب، قالت له أنا خلعتك أو خالعتني، يعني إيه؟ طلقتني بمقابل، لأن الخلع هو الطلاق على مقابل. واضح؟ ده الخلع تعريفه كده، الطلاق على مقابل. فقالت له خالعتني ولك علي هذا الثوب، عندها بدلة فخمة كده رجالي حلوة تمنها يجي 2000-3000 جنيه، قالت له ادي لك البدلة دي وطلقني. أم قال لها موافق. كويس؟ في الاول انكر، قال لا ما حصلش يا فضيله القاضي ان انا وافقت، وبعد كده قال لها لا انا وافقت فعلا بس انا كنت راجع من الشغل ساعتها تعبان ونسيت. فعلا ده تم حصل. كويس؟ ففي الحاله دي مش محتاجين اقرار جديد منها، مش محتاجين بقى اقرار جديد منها. واضح؟ لان ده في ضمن معاوضه، في ضمن ايه؟ عقد معاوضه، طلاق مقابل ايه؟ مال. واضح؟ ثم رجع وصدقها في ذلك فإنه يستحقه ولا يتوقف على إقرار جديد منها. وشرط المقر به، هيكلم على، كان بيكلم على شروط المقر له في اللي فات. طب المقر به اللي هو الحق نفسه، شرط المقر به ألا يكون ملكا للمقر حين يقر، يعني ما ينفعش يبقى ملكه وحيزه وهو بيقر عليه لازم يخرج عنه. كويس؟ فقوله داري أو ديني لعمر له، لأن الإضافة إليه تقتضي ملكه فتنافي الإقرار لغيره في جملة واحدة، بخلاف ما لو قال هذا لفلان، يعني هذا الدار، هذه الدار لفلان، ما يقولش داري لفلان، ما انت نسبتها ملكك وهي تحت إيدك فازاي تخرج؟ فهمت؟ لازم تخرج عنها وتشير إليها تقول هذه الدار لفلان. واضح؟ ولو بخلاف ما لو قال هذا لفلان وكان ملكا لي إلى أن أقررت به فليس له. لو فصل في الصيغة قال يعني هذه الدار كانت ملكي وأقر أنها صارت لفلان، تنفع دي، تنفع دي. واضح؟ يبقى خد بالك أن القاضي بيهتم بالألفاظ والمباني مش المقاصد، لأن المقاصد خفية، دي نوايا لا يعلمها إلا الله. القاضي ليه الكلام، ليه اللفظ، فهمت؟ مهمة حكاية اللفظ دي، لأن يقولك ما هو الاثنين معنى واحد يا أخي وأنت هتلخبطني. معنى واحد عند الجاهل، لكن عند العالم يقول لك لا دي متعلقة بباطنه وانا لا اطلاع علي على الباطن، انما الثانية متعلقة بظاهر وانا لي اطلاع على الظاهر، وانا امرت ان احكم بالظاهر وتركت البواطن على الله. فهمت؟ يبقى في فرق بين نظرة العالم
ونظره الجاهل في المساله. تيجي تقول له يا جماعه ده عقد ربوي حرام، لازم نغير العباره دي تبقى كذا وخليها زي ما هي، هياخد برضه الزياده وكل حاجه، بس بالطريقه دي بقى العقد ده مش ربوي. يقول لك يعني ايه هتفرق على العباره دي؟ ما هي هي، ما هياخد الزياده هياخد الزياده. ايوه تفرق، علشان هتحول هذا العقد من حرام الى حلال. هو لما يجي يقول للواحده زوجيني نفسك امام وليها في وجود شهود وقالت قبلت ووليها قاعد، تم الزواج. لو قال لها زوجيني نفسك وما فيش شهود وما فيش ولي وقالت قبلت، زنا. وهي الفرق عبارة. فهمت بقى ازاي؟ فالعبارة مهمة. فالناس اللي يقول لك يا اخي ده الجماعة دول معقدين الدنيا في البنوك، عشان اشطب العبارة دي واحط العبارة دي والعقد هو هو، تقول لي ده ربا وده مش ربا، تروح تلخبطونا. نلخبطك لانك سطحي التفكير. محتاج انك انت تدرس بدراسة عميقة، لان الفرق بين العالم وغير العالم هو التمييز بين الامور المشتبهة. يعرف يجيب لك الفرق بين الامور المشتبهة عند العامي. انا هدي لك مثال في الطب، لان الناس عايشة في الامراض. انت عندك صداع وعندك رشح وبطنك بتوجعك، تروح للدكتور. انت مريض، تقول دي انفلونزا يمكن يا دكتور، او يمكن اكلة مش مظبوطة، او يمكن مش عارف اي يمكن بقى. يبقى مشتبه عليك الامور لانك عامي في الطب. يجي الدكتور يكشف عليك ويبص في عينيك وياخد منك تاريخ كويس للمرض، يقولك لا لا انفلونزا ولا تسمم ولا حاجة، دي تيفود. الله، ده جاب لي حاجة تانية خالص كانش في بالي. عرف منين؟ لانه عالم في مهنته، فعرف يميز بين الامور المشتبهة عند غير العالم. فهمت بقى ازاي؟ كذلك عالم الدين كده، اللي مش عالم دين يلاقي حكاية كلها شبه بعضها، لكن عالم الدين يقول لك كده حلال وكده حرام. يقول لك يا اخي علماء الدين دول لخبطونا يا اخي. لخبطوك لانك جاهل، انت مش عارف ازاي هو بينظر للامور الفارقة بين المشتبهات. عشان كده كلما ازددت علما كلما ازددت التمييز بين المتشابه. وده اللي بيميز عالم من عالم على فكرة. العالم النحرير هو اللي يقدر يميز لك بين الامور الدقيقة ويعمل لك حد فارق بينها وحكم مختلف. واضح؟ زي ما الدكتور علي حديثا مثلا، دكتور علي جمعة، طول عمر الناس يقول لك القرض اللي جر نفع ربا. حديث كده، حديث كده بظاهره، كل قرض جر نفع فهو ربا. كلام مظبوط، واستقرت الفتوى بجميع جنسيات علماء المسلمين ان كل قرض من البنك جر نفع فهو ربا، لحد ما جاء الدكتور علي جمعة بناء على برضه مشايخ سابقين ليه قالوا كده، زي الشيخ الخضيري وغيرهم، بس كانوا قليلين. قالوا لازم نميز بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري. القرض الاستثماري ده شركة، ده انا هاخد المال ده هعمل بيه مصنع، التاني هياخد المال ده يشتري بيه دار يسكنها. فيبقى ده قرض استهلاكي، اذا كان هيبقى عليه نفع ده ربا. لكن لو كان قرض هعمله استثمار تجارة، يبقى كأن البنك دخل معايا في شركة، فيبقى ياخد الزيادة مقابل الربح، ويبقى ده حلال وده حرام. فهمت ازاي؟ يبقى اما يجي العالم دقيق يقول لك كل قرض جرى نفع فهو ربا، المقصود القرض مش مطلق القرض، ده القرض الاستهلاكي. انما القرض الاستثماري يدخل في باب الشركة مش في باب الربا. شفت بقى ازاي التمييز؟ ادي طريقة ان ازاي العالم كلما كان اكثر علما كلما ميز بين الامور المتشابهة. فليس كل واحد يقول لك انا عالم، وليس كل واحد يبقى اهل الفتوى. لازم تكون عقليته دقيقة ونظرته للشرع عميقة وادراكه للواقع عميق، علشان في الاخر يقدر يطلع الحكم المنضبط. انما نظرته للواقع ضيقة ونظرته للشرع عميقة ما يعرفش. طب نظرته للشرع قليلة لكن إدراكه للواقع عميق، زي خبراء البنوك إدراكهم للواقع والاقتصاد العالمي أكتر كتير من فقهاء، لأنه عايشينه، لكن لا يدركوا أحكام الشرع. فده لا ينفع للفتوى ولا ده ينفع للفتوى، ده لازم يجمع الاثنين، إدراك الواقع إدراك كبير مع إدراك الشرع إدراك، عشان يبتدي يطلع لك إيه حكم الله في المسألة بناء على اجتهاده.
فهنا بيقول ايه؟ وكذا لو عكس فقال هذا ملكي هذا لفلان، فيصح لان غايته انه اقرار بعد انكار. صيغة تانية بيقول لك ان ممكن تشتبه على بعض القضاة لو قال هذا ملكي لفلان، فازاي نسبه لنفسه وخرج عنه؟ كأنه نسبه لنفسه كقوله ملكي وبعدين لفلان خرج عنه، يبقى اخر الكلام عكس اول الكلام، فقال ده تناقض بحيث يلغي بعضه بعض ولا يعتبر؟ وفي علماء قال لك يعتبر، واخد بالك؟ والشرط الثاني ان يكون المقر، ان يكون المقر به بيد المقر، لازم تحت ايدي تحت تصرفي عشان انا هخرج عنه واديه لفلان، انما انا اقر بشيء مش حاجه تحت ايدي، طب ما انا هخرج عنها ازاي واديها له؟ لازم يبقى تحت ايدي، يعني عندي حريه التصرف فيه، اللي يسموها حريه التصرف، ملك التام مع حريه التصرف، واضح؟ ولو مآلا، ولو مآلا يعني ولو في المستقبل، فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى اقراره، فلو اقر مثلا بحرية عبد غيره، قال ايه؟ اقر ان هذا العبد حر والعبد ده ملك جاري، ورحت انا اشتريته من جاري، يتحرر بمجرد دفع الثمن. فهمت ازاي؟ يتحرر بمجرد دفع الثمن، واضح؟ لاننا اقر بالمآل بحاجة هتحصل في المستقبل، واضح؟ حكم بها عليه، وكان شراؤه افتداء له، ويبقى شراؤه ليه فداء له، تحرير للرقبة يعني، وبيعا من جهة البائع، ومن جهة البائع اللي هو الجار بيبيع، ومن جهة انا الشراء ده فداء مش شراء، لان الشراء يقول ان انا اتملكه، لكن الفداء يقول ان انا لا اتملكه، يبقى حر. فهمت بقى ازاي؟ وطالما هو هيبقى حر يبقى انا ماليش اختيار في هذا العقد، الاختيار للبائع بس، في حين ان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا هنا. دي من ضمن الامثله اللي تخرج لتشوف الشرع للعتق. خرجت ليه من المساله؟ لتشوف الشرع للعتق، واضح؟ فله الخيار دون المشتري، فله الخيار اللي هو البائع يعني دون المشتري اللي هو بيفدي، واضح؟ وشرط الصيغة نقف عليها، نقف على شرط الصيغة يوم الاثنين القادم، طول ما التوقيت صيفي الدرس بين المغرب والعشاء، اول ما يحنوا علينا ويخلوا التوقيت شتوي هيبقى الدرس بعد العشاء ولمدة ساعة 60 دقيقة، خلاص ان شاء الله. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.